وسهلا اعضاء مادنس فيبر جروب ومادنس فيبر شانل. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد من سلسله فيديوهات الهاردوير على القناه، والنهارده رجعت لكم مع بوت سيستم جديد من شركه قويه جدا في مجال التبخير الالكتروني. معايا ومعاكم اسبكت بوت سيستم من انتاج اي بي في بايونير فور يو. خلونا نروح نعمل لها انبوكسنج ونشوف محتويات العلبه ونشوف الكارتريج ونتكلم على بطاريتها ونرجع تاني ندردش عليها مع بعض ونشوف عيوبها ومميزاتها. يلا بينا. ادي علبة الاي بي في اسبكت. خلونا دلوقتي ناخد جولة مع العلبة سريعا سريعا سريعا. هفرجكم العلبة، واللي حابب يشوف حاجة معينة ممكن يعمل بوز يوقف الفيديو يقرا اللي هو عايزه وبعد كده يكمل الفيديو. ادي البود اهي. خلونا نفتح العلبة، هنزقها كده على العلبة. من جوه هتلاقي الالوان اللي موجودة بتاعتها كلها، اي بي في يوزر مانيوال، هتلاقي البود وراكب جواها الكارتريج بتاعها. تحت العلبة دي في علبة تانية فيها الكابل بتاع اليو اس بي والثيرتيفيكيت كواليتي كنترول بتاعتها ان هي باث، مفيش حاجة تانية كده في العلبة. ده شكل البود والكارتريج اهو. عندك هنا زرار الفاير وعندك هنا الاضاءة. زرار الفاير اول ما هتدوس عليه هينور لك تنبيه الاربع اضاءات، يعني هي كده مش شغالة. هتدوس 1 2 3 عشان تشتغل. 1 2 3 هتعمل الاضاءات كده، كده هي شغالة، سامع الصوت. الزرار دوسته حلوة جدا، خفيفة، مش هتوجع صباعك وانت شغال عليها، في منتهى الجمال. احنا معانا اللون الاسود، وهنا عندنا الحتة السيراميك دي هتلاقيها موجودة على الظهر وعلى الوش. الناحية التانية هتلاقي كلمة اي بي في مكتوبة، وبرضو عندك هنا الحتة السيراميك، وعندك التجويف اللي فوق ده عشان لو حبيت تعلقها في الميدالية او تعلقها في رقبتك. وعندك هنا مكتوب عليها تيستر جي 12 18 750. على الجنب ده هتلاقي فتحة اليو اس بي عشان التشارجنج بتاعها، وهي بتدعم الاستخدام اثناء الشحن، وفي لايت انديكيتر تحت زي ما انتوا شايفينه في الحتة دي بينور لما تركب الشاحن. من المميزات اللي موجودة في البطارية دي ان انت عندك 2 اوبشن للوات اللي هتشرب عليه، واحد اسمه النورمال وات والتاني اسمه السوبر وات. بتقدر تحددهم ازاي او تتنقل بينهم ازاي؟ عن طريق دوس 5 دوسات، مش 3 5، 1 2 3 4 5. لو الاثنين اللي على الاطراف نوروا زي ما هي نورت كده يبقى انت كده على السوبر وات، لو نوروا الاثنين اللي جوه مش اللي على الاطراف يبقى انت كده على النورمال وات. تعالوا بصوا على النورمال وات، 5 دوسات سريعه، الاثنين اللي في النص نوروا كده هي على النورمال. ده كل استخدامات الزرار بتاع الفاير. البطاريه كل دوسه هتدوسها هتبين لك البطاريه بتاعتك فيها قد ايه، هي كده فولي تشارج، لو نقصت هتبدا تنقص نقطه نقطه معاك. ده كل الكلام على البطاريه بتاعت اي بي في. تعالوا دلوقتي نشوف الكارتريج بتاعها ونتكلم عليه. ده شكل الكارتريج بتاعها، طبعا الكويل موجود هنا في النص، وعندك هنا فتحه الاير فلو انت بتقدر تتحكم فيها، ترفعها فوق او تحت عشان تفتح او تضيق الاير فلو سيستم بتاعك عشان تشربه ريستريكتد دايركت او ريستريكتد ام تي ال. تحت هنا البنز اللي بتتوصل جوه البطاريه بتاعتها، لما تحب تملا التانك بتاعك هترفع الناحيه دي كده هتتفتح معاك، عندك مكان كبير جدا تقدر تملا منه. بتاخد النوزلز بتاعت الازايز وبتاعت الدروبرز وبتاعت كل ليكويدز هتقدر تستعمله، هينفع تستعمله هنا بسهوله مش هتضايقك. وبتقفل تاني عليها كده. هنا مكتوبه اي بي في اسبكت بوت سيستم، بس هو ده الكارتج بمنتهى البساطه. هتشوف القطن بتاعك من الجنبين هنا، ويفضل ان انت الليكويد بتاعك يفضل مليان، ما تخليهوش ينزل عشان ما يحصلش انتفاخ زي ما انا عندي هنا انتفاخ في الحته دي، وهنتكلم عليها لما نطلع يعني ايه الكارتريج انتفخ. ودي البنات اللي موجوده في البطاريه اللي بتلامس الكارتريج. طبعا ما هي ما بتعملش ليكنج، بس اللي حواليها ده مش ليكنج من الكارتريج، ده مكان ما بملى بيبقى فيه شويه بواقي هنا، هي دي اللي عامله الليكنج اللي تحت ده، لكن ما فيش ليكنج اصلا، ما اختبرتش معاها اي ليكج. يلا بينا نطلع نتكلم على اي بي في اسبكت ونشوف ادائها ونتكلم ونعرف عيوبها ومميزاتها. وبعد الانبوكسنج ايه بيحلو الكلام، ايه رايكم في التحفه الفنيه اللي معانا النهارده من شركه عريقه جدا في مجال صناعه اجهزه التبخير الالكتروني زي بايونير فور يو؟ قدمت لنا على مدار السنين اللي فاتت شويه مدات في منتهى الشياكه كانت كلها قويه وذات سمعه طيبه جدا في السوق، زي مثلا دي ودي 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 ودي
ومش هنخلص لو قعدت اقول لكم قد ايه هي نزلت مدات. والمميز جدا في الشركه دي ان هي بتعرف تحط ايه جوه البادي بتاعها، يعني الشيبسات بتاعتهم اللي بيستعملوها مش اي شيبسات. دايما هتلاقوا القلب النابض اللي شغال جوه الاجهزه بتاعت اي بي في من شركه ييهي. ايوه شركه ييهي اللي نفس الشيبات اللي بتنزل في الاس اكس ميني، هم بيعملوا لهم اديشنز مخصوصه لاي بي في عشان تتحط جوه اجهزتهم. يعني احنا قدام شركه قويه جدا فاهمه هي بتعمل ايه، بتديك خامات قويه جدا من بره ومن جوه بتدي لك تشيبسات قويه جدا هتعيش معاك قد ما استخدمت المود، مش هيحصل معاك مشاكل من ناحيه الشيبسات. تعالوا بقى بعد ما اتكلمنا عن الشركه وعرفنا نبذه صغيره عنها نتكلم على جهازهم الجديد الاسبكت بوت سيستم اللي بيقدموها واللي يعتبر تاني اصدارات ليهم في مجال البوت سيستم بعد الريفاي. كانوا نزلوا الريفاي وده شكلها، ولكن الفئه السعريه اللي نازله فيها الاسبكت تعتبر اعلى من اللي نازل فيها الريفاي، حيث ان الريفاي بتتباع تقريبا بحوالي 20 دولار، اما الاسبكت بتتباع بحوالي 35 دولار. تعالوا بقى قبل ما نكمل كلام نشوف المواصفات الفنيه اللي قدمتها لنا اي بي في بايونير فور يو في الاسبكت بوت سيستم. بتقدم لنا بايونير فور يو اسبكت تحفتها الفنيه الجديده في مجال البوت سيستم، والتي تاتيك باقوى الشرائح الالكترونيه والمنتجه خصيصا لها من عملاق اخر وهو شركه ييهي بالشيبسيت اس اكس كي 1. تاتينا الاسبكت مع بودات ذات نظام مفتوح واللي بتتيح لمستخدميها اختيار ما يناسبهم من ليكويدز ولعده مرات بسعه 2 ملي. بتقدم لنا اسبكت بطاريه قويه بسعه 750 ملي امبير والتي تتيح لك استخدامها لمده طويله من يومك، كما تدعم الاستخدام اثناء الشحن. بتقدم اي بي في في اسبكت بوت سيستم نظامين من الوات، نورمال وات وسوبر وات. بتقدم لنا نظام اضاءه للذات لبيان المتبقي من البطاريه او لتغيير نظام الوات المستخدم بها، نظام اير فلو تقدر من خلاله تضيق او تفتح الاير فلو كما يناسب، تعمل من خلال زرار فاير وليس سنسور سحب. بتقدم خامات ممتازه ذات جوده عاليه لا بصمات ولا خرابيش. فعلا ابدعت بايونير فور يو في تحفتها الفنيه اي بي بي اسبكت بوت سيستم. بجد ابداع زي ما قلت لكم من الاول، بجد اي بي في ابدعت مع الاسبكت في كل حاجه، من حيث الخامات، من حيث الاداء، من حيث البودز بتاعتها، السيستم بتاع البود في طريقه توصيل الفليفر والنيكوتين تحفه. وهبدا افصص كلامي عنها بالخامات بتاعتها وجودتها وادائها. اول ما بتفتحها من علبتها وتبدا تمسكها في ايدك هتحس على طول بان هي حاجه شيك، حاجه فخمه، حاجه يعني تحس ان هي قيمه في ايدك. واول حاجه هتلاحظها ان الماده اللي معموله منها البود مش هتتخربش منك بسهوله ولا هتبصم معاك، زائد ان وزنها هيحسسك ان هي قيمه. ودلوقتي تعالوا نشوف ادائها او نتكلم على الكارترج بتاعها. زي ما قلنا بياخد 2 ملي، وده اغلب البودات كده بتاخد 2 ملي، بس المميز هنا معانا ان في اير فلو تقدر تتحكم منه في ضيق او وسع الهواء اللي داخل للكارترج بتاعك حسب ما انت حابب تستعمله ام تي ال او ريستريكتد دايركت. بعيد ريستريكتد دايركت، هو مش دايركت صريح، هو ريستريكتد دايركت. تعالوا نجرب فتحات الاير فلو على اوسع حاجه ونشوف ادائها عامل ازاي مع بعض. ده كده الاداء، حتى صوت الاير فلو واضح بالنسبه لكم ان هو ريستريكتد دايركت. تعالوا دلوقتي هقفل الاير فلو على النص ونجرب تاني ونشوف الاداء والفيب برودكشن بتاعها. كده هي على النص الفتحه زي ما وريتكم. تعالوا ناخد الباف. بجد ادائها على الاير فلو هو مفتوح كريستريكتد دايركت رائعه للي بيحبوا الحته بتاعه الريستريكتد دايركت، والناس اللي بتحب الضيق قوي هيعجبها برضو احساسها على فتحه النص، وممكن برضو ترفع عن النص شويه يا دوب يبقى سايب خرم ابره كده، هتبقى معاك برضو very restricted. زي ما قلت لكم احنا دلوقتي عندنا جهاز بنقدر نغير طريقه الوات اللي بنشرب عليها، يعني تقدر تخليها نورمال او تقدر تخليها سوبر، ووريتكم الطريقه في الانبوكسنج. فدلوقتي انت لما تيجي تبقى فاتح الاير فلو على الاخر انا انصحك انك انت تخليها على السوبر وات، ولما تيجي تقفل الاير فلو خليها على النورمال وات عشان ما يبقاش الفيب برودكشن بتاعها سخن عليك وتبقى مشكله لسقف الحلقه عندك. وطبعا مش عايز اقول لكم ان الفليفر في الحالتين والنيكوتين دليفري انا حاسه وواصل لي
في منتهى الجمال، اللايرز كلها واصله، الكارتريج بتاعها يعني بجد تحياتي لاي بي في على الكارتريج والطريقه اللي شغال بيها. بس خدها مني نصيحه، عشان تحافظ على عمر الكارتريج بتاعك اطول وقت ممكن، ما تخليش الليكويد بتاعك ينزل تحت المستوى زي ما انت شايف كده، ما تخليهوش ينزل لتحت. ليه بقى؟ اولا الكويل ملامس جدا لسطح الكارتريج من بره، فانت لما بيحصل ان الليكويد بينزل للمستوى اللي تحت الكويل، الكويل بيبدا يسخن. طيب السخونيه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الكارتريج يحصل له انتفاخ، زي ما يكون واكل محشي كده بيحصل له انتفاخ. فايه اللي بيحصل؟ هتلاقي عندك في زي انتفاخ او انبعاج حصل، زي بطارية النوكيا زمان لما كانت بتنتفخ من النص كده، هتلاقيها انتفخت معاك الكارتريج سن. ملوش اي تأثير على الاداء، ولا على اداء الفليفر، ولا على اداء النيكوتين. بس انا بقول لكم نصيحة عشان تحافظوا بيها اطول وقت ممكن، عشان ما يحصلش ان هو يتشقق او يتشرخ نتيجة السخونية العالية. فدي نصيحة انا بنصحها لكم. نتكلم بقى على البطارية بتاعتها، وبجد بطاريتها أداءها قوي جدا جدا جدا. انت نفسك ممكن تقول الشركة بتضحك علينا عشان تحسسنا ان البطارية قوية، فكاتبه لنا ان هي 750 ملي امبير، لكن بجد انا نفسي ما كنتش مصدق ان ده اداء 750 ملي امبير، قوية جدا جدا. واعتقد ان السبب وراء البطارية وادائها الشيبسات اللي موجودة جوه، زي ما قلت لكم من شركة ييهي، والشيبات اللي جوه SXK1 دي تعتبر من ارقى الشيبات اللي موجوده في السوق حاليا للبوت سيستم. بجد بطاريه وتشيبسيت الاثنين بيعزفوا مع بعض مقطوعه من اداء بطاريه رائع، انت نفسك هتاخد بالك منه لما تجربها. تعالوا بقى نتكلم على العيوب والمميزات، وهنبداها بالعيوب كالعاده. اول عيب من عيوبها هيجي لك حول. ليه بقى هتحول؟ لان احنا متعودين دايما ان هي بتفتح كل البودات والمدات من قديم الازل 5 دوسات، تفتح 5 دوسات تقفل. طب انتوا ليه هنا حولتوا امنا زي ما وريتكم في الانبوكسنج؟ ليه ادوس 3 عشان تفتح وتقفل، ولما احب اغير السوبر وات للنورمال مود لازم ادوس 5 دوسات؟ انتوا حولتوني على ما ايدي خدت على ده، وده اللي برضو اعتقد هيحصل لاي حد هيستعملها. زي ما انت متعود 5 دوسات تفتح، هنا لا 3. فانا شايف ده عيب، يعني ما تمشوها عادي، يعني ليه الحول ده؟ تاني عيب عندي الكارتريج والانتفاخ اللي بيحصل له ده، ده عيب. طبعا العيب التاني اللي بعلق عليه دايما على كل البودات ان هي بتيجي بكارتريج واحد، بطلوا بخل بقى. غير كده بالنسبة لي مفيش عيوب تاني. تعالوا بقى نشوف مميزاتها. جهاز ممتاز، مسكته رائعة، خاماته رائعة، أداؤه رائع، بطاريته قوية، سهل التعامل، يعني كل دي مميزات، أو كل اللي احنا رغينا فيه في الريفيو من أوله لحد ما وصلنا مع بعض لغاية النقطة دي، كلها مميزات ما عدا العيوب اللي أنا قلتها. بجد أنا بنصح أي حد حابب يجرب البوت سيستم، أو أي حد من اللي بيحبوا البوت سيستم لازم تجربها. هي عملية جدا، سهلة جدا، أي حد هيقدر يتعامل معاها. الناس الجديدة اللي حابة تبدأ تجربة الفيبنج، جهاز زي ده هيخليك تدخل وتبدأ وتجرب وتاخد الاكسبيرينس بتاعت الفيبنج. بنات، شباب، ناس كبيرة، يعني حتى الناس اللي مش بتحب توجع دماغها بالوات والحسابات والمقاومة والكويلات، برضو دي اختيار رائع جدا ومناسب ليك جدا. بس كده انا خلصت الريفيو، اتمنى ان هو يكون عجبكم. والناس اللي بتتفرج عليا لاول مره يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل خاصيه الجرس عشان يوصلك تنبيه بكل الفيديوهات الجديده اللي هتنزل على القناه، وانصحك تتفرج على الفيديوهات القديمه برضو. ولو انت من المتابعين بتوعي انا شايفك، يلا دوس لايك على الفيديو واكتب لي كومنت عجبك ولا ما عجبكش، ايه التعليقات اللي انت حابب تقولها لي انا شخصيا او على الريفيو. يعني انا محتاج برضو منكم ان انتوا تتواصلوا معايا بشكل اكبر من كده، وقولوا لي رايكم في القناه، ادوني ارائكم، انتوا ناس معايا بقالكم كتير، قناه داخله على 40,000، ارجوكم قولوا لي ايه اللي انتوا حابين نعمله بعد كده، لان في تطورات جديده هاخد رايكم فيها، زي ريفيوز للموبايلات مثلا، ايه رايكم فيها؟ لان انا جاي لي اعمل على المي ميكس 3 اللي لسه ما نزلش مصر، فايه رايكم؟ لو موافقين اكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الموضوع ده، نعمل كده ولا ايه؟ شكرا ليكم ولمشاهدتكم ولوقتكم ولدعمكم الدايم لي وللقناه. كان معاكم في هذا الريفيو معاد ناز، ودايما خليكم فاكرين ان السجاير هلكتنا وجي وقت صحتنا. See you.